ازيكم يا جماعة، فيديو جديد وحلقة جديدة. طبعا النهاردة معانا الحلقة التانية من لعبة ستاكلان، تقريبا كان اسمها كده صح؟ انا نسيت اسمها ولا ايه؟ المهم ان هي ديت اللعبة، اللعبة السرفايفل الكروت ديت. طبعا احنا اخر مرة وقفنا في الحلقة كانت هنا، كنا المفروض نبيع 10 كروت. ف تعالى نشوف بقى هنعمل ايه بقى في الحوسة ديت. طيب اولا كده انا مش محتاج الستون ده، فبيعه كله وبيع الفلنت. مش عايز فلنت، لا مش هقدر ابيع دولت لان لا، ممكن ابيع توت. بيع توت بس خلاص، يلا ماشي. ما تقعديش كده، اعمل حاجه، هات شويه ستون. تعال بقى نشتري، لا تعال نشتري ده، لان ده بيجيب وود اظن. لا ما جابش وود، تصدق. طب هات ده، انا عايز حاجه تجيب لي شجره. ما جابش وود برضه. طب مش مكفيه. طيب بيع الاستكاية ديت، وهات ديت، اشتري لنا واحده من ديت. بقرة، ايه ده، انا عمر شوفها كاو. ماشي طب تعالى بقى نوقف، لان الكروت كترت قوي قدامي. وانا بصراحه حط لي ديت على الكام فاير اول حاجه، وهات لي فيليجر دوت حطه على الروك. وتعالى انت، لا انت مش هتعمل حاجه هنا، تعالى هنا حط لي الستون على الستون. معلش بس عشان الدنيا اتلخبطت على الاخر، انا هتعميد فعلا. هات لي ديت كوين هنا، والستون مع الستون، والفلنت هنا، فلنت جنبها، وديت هنا، حط لود هنا جنبه هنا قصدي. وهات لي الراجل بتاع الروك ده، حطه هنا. بعد ننزل تحت شو، يقول لك انزل تحت خالص، خليكوا تحت بس. ما انتوا زقوا على بعض كده ليه؟ انا معايا ايه ده، استنى بس اللي انا شايفه ده، معايا 6 من البيري بوش. احنا لازم نخلصهم. طب انا بقى معايا توت كتير، فبيع دولت. طب البقره دي مش هتلزمني بصراحه، فانا هقتلها. تلزمنيش دلوقتي. طيب لا معلش، روح اقتل اللي ديت. انا بصراحه انا مليت الدنيا. هو ايه ده، البقره ايه، ما ماتتش يعني ولا مش فاهم؟ طيب ازرع لي تفاح بس، ده لحمة زياده حطها هنا. اشتغلوا انتوا بس على الطوب بالهبل ده. ايه ده، انا معايا كروت كتير فعلا. طيب الستون ده كله كده بيعه، لان انا معايا ستون اصلا كتير. احط لي ديت هنا، ده لي فرخ اكتر. اقتل لي فرخه من دول، لان بصراحه كتير. اقتل لي برده الفرخه دي. ايه ده، الكارت طلع بره ولا ايه؟ اه لي بيضه، ماشي حلو، اشتغل عليها برده. طب حط لي اللحمه ديت هنا، واشتغل لي حد يشتغل على التوت، لان ايوه اللحمه طلعت. اشتغل لي هنا، اشتغلي هنا، اشتري ديت هنا. وينفع احط بطاطس على ديت؟ مش بطاطس على اللحمه ما بتعملش حاجه. بطاطس على النار، لا استنى النار تخلص. حط لي، بص تعالى انت اشتغل على التوت، لان في توت كتير قوي وفي ستون كتير. يا بت ايه دي بقى، فرخه بقى عماله تزق في الحاجه، مش عارف اركز. ليه الرابط تخلص؟ يا نهار ابيض، ده احنا هنضطر نبيع 50 حاجه. ماشي هو كده اكله، نبيع 9 كروت. طيب احنا ممكن نبيع الستون، ونبيع الفلنت، ونبيع الود، مع ان انا مش عايز ابيعه بصراحه. وباقي لي 2 توت، لان انا كده كده اصلا معايا من ترافلنج كارت تاني. ماشي تعالى بقى ايه، اشتغل لي على التوت، لان في توت كتير جدا. تهدي بقى شويه، معايا فلوس كتير تصدق. انا عايز اعمل كوين شيست، 2 وود. انا عايز وود، ازاي ما فيش وود؟ اشتري لي يا جدعان ديت، اشتري ديت. وش تاني، واحد وود، وش تاني، يا نهار ابيض. ديت اللي بتجيب وود صح؟ ايوه طلعت لي 3 اخيرا. تعالى يا عم هنا، ارمي لي كل التوت ده بقى على جنب كده. ايوه هتلاقي 2 وود، 2 وود وايه؟ كوين شيست، 2 وود واحد كوين بس. خلاص هيصنع مع نفسه. وبيع لي ديت، تعالى نطلع كارت بري بوش تاني، يا نهار ابيض. بص حط لي كل بري بوش على بعضهم عشان اخلص. وانت اشتغل على واحده. ايه ده، هو بيعمل ايه؟ انا ما اعرفش بيعمل ايه، بس تعالى نجرب. لا تعالى كل دولت هنا، ايوه بس كده وفرنا مساحه شويه، لان انا واحد مش عارف يعمل ديت. هتطلع ايه عشان مش عارف؟ اه ده هيعملها في ثواني. طب ما كده اريح، حطهم كلهم فوق بعض، انا ما كنتش عارف الحوار ده. ازرع لي ديت، تعالى طلع لي ديت. يا فرخه اهدي بقى، فرخه بقى بوظت الدنيا. اشتري ديت جنبها عشان تطلع، ايوه بس اشتغلي على ديت وريحينا. ايوه طلعنا تفاح، ماشي تفاح على توت.
خلصنا عشان نعمل وجبة. اطبخ دي تفاح تاني، يبقى تفاح على توت برضو واعمله. و ايوه هتلاقي وجبة حطها هنا. انا عايز الوجبة دي بتتباع بخمسة، بس لو بتتباع بخمسة تبقى يبقى ديل جامد جدا. ده لي فرخة تانية، فمعلش تعالى يا عم انت اشتغل انت هنا اقتل لي دي، لان بصراحة فرخ كده كتير وانت فاهم هتهرينا. استنى لحمة ما تهدى بقى يا عم بقى في ايه. قلتلي الاكل ده وقتنا، هي الليلة قربت تخلص فانا عايز اركز لان في حاجات كتير قدامي. طب معلش كسر لي الود ده بسرعة، ده لو لحق مش هيلحق. ده احنا هنتدبس تدبيسة دلوقتي. بص بقى هنضطر نعمل ايه، نبيع 12 كارت. اول حاجة بيع لي كل التوت ده علينا، وينفع بيع لي تشيكن؟ مينفعش بيع لي تشيكن. عايزين 6 كروت، 6 كروت فاشا. طيب بص بيع التوتات دي كمان، كم ابيع اللحمة، بيع اللحمة برضو. طب هاتلي مش هينفع اسحب واحدة؟ ايوه طب تعالى كده، ايوه بيع لي واحدة. اضطر ابيع، ما ينفعش ابيع دول. ايوه ما بيجيبوش حاجة اصلا، يا نهار ابيض. اخر حاجة بيع دول، بيع دول كده كده معايا كتير اصلا. تعالى بقى على دولك كده، اقعد على جنب، سيبني بقى نركز بقى. تعالى تعالى انت على الشجر دوت. و ركع الحاجة، انا عايز فيليجر كمان، انا عايز فيليجر كمان، لان بصراحة الدنيا بقت صعبة اوي، مش محتاج، محتاج ناس اكتر انت فاهمني. لا هات ديت هنا اللحمة ديت. طب بص تعالى تعالوا تعالى ايه انت فاهم، نجيب فيليجر كمان وحط لي ديت على ديت عشان نعمل وجبة كمان، وحط لي شجر. بص بقى احنا ممكن نعمل ايه، تعالى نشتري، نشتري انا لا انا عايز اعمل كوستاي كمان، ان بصراحة عايزين نفتح دوت كريتا اوف سبرينج. ماشي فين الاوف سبرينج دي؟ هاوس واتنين فيلجر. ايه ده انا عملتها اصلا خلاص، ده 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 افتكاسه دي دلوقتي. حلو والله الفرخة دي مزولاني، انا مش عارف العب كده. بيلد فارم حلو قوي ده، عايزين نزرع مزرعة، عايزين نعمل نزرع لا حول ولا قوة، عايزين نعمل مزرعة. طب سايب البوز عشان بدأت الدنيا خلاص. كيل ارات ايه الفار، ما جناش فار ما اعرفش ايه. بقول لك هافا تين وود هافا تين ستون، يبقى عندك في الأرضية 10 وود، عايزين نبقى نعملها دي. أيوة اقعدي انت على الفرخة بتاعتك ديت، أيوة جهز نفسك عشان تحارب الفرخة اللي هتطلع دي. أيوة بس ريحونا بقى، اقعدوا على جنب، معرفش مستفيد منهم بحاجة بصراحة، بس ماشي اشتغل على ديت. في 2 طرق. لا ايه ده، ازرع لي توت هنا ديت. تعالى اشتغل على دي، البيئة دي. أيوة نيو باك انلوكت لوجيك اند ريسورس. ايه ده تعالى نجيبها. ماشي تعالى بقى ايه نفتحها ونشوف فيها ايه. تعالى نعمل بوز بس الاول، فضي الدنيا ايه اللي بيحصل هنا. ماشي اول حاجه تلاقي روك، حاجه ملهاش لازمه. تلاقي ايرون اور، ده حاجه جديده ديت اول مره اشوفها. تلاقي بري بوش تاني وايديا ايرون ماين. اوبا ايرون ماين يعني معانا ريسورس لا نهائي صح، 2 فلنت 1 وود 1 ستون انليمتد ريسورس اوف ايرون. بس خلاص احنا لازم نعمل دي ايرون ماين. 2 فلنت، 2 فلنت ديت سهلة. تعالى يا عم طلع لي من ديت فلنت. 2 فلنت 1 وود 1 ستون، 1 ستون عايزين 1 وود، فهات لي ديت البكاية ديت. لالي أرنب 1 وود دوت هنا. الدنيا لخبطت عندي، ايه ده خلصت يا نهار ابيض، ده احنا هنضطر نبيع الدنيا. نسيت الوقت بيعدي بسرعة يا جدعان، عايز ابيع 11 كارت. بيع كل التوت مش عايزه اولا كده، ينفع لا مش هينفع. طب ايه اعمل ايه، مش هينفع بيع الفلنت لان انا عايز الفلنت. طب بيع الود، بيع الود وبيع دوت، يبقى لنا 4 فروت برضو. ايه ده يلا الا انا حبيت يا جدعان يا نهار ابيض، انا دوست بغلط. طيب 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 بس ده بيجيب 5 كوينات صح، بيعها. هضطر بيع دول. ايه ده ايه ده تلاقي لي ايه ده، استنى استنى استنى. استرينج بورتال ابير، بيقول لك في بوابه ظهرت غريبه. لا استنى بقى وهدوا كده بقى لان الدنيا ايه لخبطت، انا عايز اصنع 6 كوين ده تاني.
تجيب 2 وود. فصح تشتري دي، اشتري دوت بالبتاعات كتير دي، واحدة وود، اشتري اشتري ديات برضه، معرفش ايه بس ساعتها روك مش عايز. ايوه بس 2 وود وكيونية، بس اعملها على جنب. ولو صحت تعالى انت من على البوش ديت، سيبها ديت على جنب. مش معانا شجرتين وستون، احنا كنا عايزين نعمل 2 فلنت، واحد وود واحد ستون. ادي واحد ستون واحد واحد فلنت، ماشي ادولت. وسيبنا ايرون اون ده على جنب. ستون مش عايزين، ستون مش عايزين، ستون اركن بقى على جنب بقى. بس هات لي كل ده حطه هنا بقى، وعايز ما بيهوش بقى. انا عايز اقتل ده، مضايقني بصراحه. اوبا البورتال قربت تفتح. انا عايز اعمل سبير، عايز اعمل سبير تاني للراجل التاني ده. واحد وود واتنين ستيك، اي شوت. او اقول لك اشتغل لي دي بسرعه، اشتغل لي دي بسرعه. سبير، واحد وود واتنين ستيك. انتوا مين؟ ما اقدرش امسكه، انت جاي عليا. لا لا استنى استنى استنى، كم كم سبير بايه؟ واحد وود واتنين ستيك. ايوه ايوه ايوه، خلي الكروت تزقك، زقك تزقه تزقه زقه زقه. ايوه ايوه، لا لا عايز عايز ستيك، اتنين وود واحد ستيك. ايوه بس تعالى تعالى هنا، ابعد عنه ده يا ابني، وسع مش وقتك. ايه ده بقى، خلينا ايه نأمن البتاع ده. تعالى هنا، لازم نقتل دول. بس خد السبير. لا 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 لا، بتعمل ايه يا علي، بتعمل ايه يا علي، ما تبوظش الدنيا. خد سبير، ايوه حارب لي ده، حارب لي ده انت. ايوه ضرب 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 بقى. لا 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 تعالى اضرب ده بس مرتين، بتخانق. اه ثانيه ثانيه واحده، ايوه بس كده اتقتلوا. طيب استنى بقى، اهدى بقى اهدى بقى، عشان في اقتل الارنب ده، اقتل الفرخه دي. مش هينفع اسيب فراخ تاني في البتاع، لانها بصراحه بتهريني. وبيع البوب دوت، دينا منه فلوس. و هات كل الصون على بعضه، حط الكوين دوت هنا وارميه ديت برضه. هي دي نعمله بتمشي بسرعه ليه كده؟ بيع دولت، بيع اقتل الفرختين دول، مضايقني جدا. اه انا عامل انا عامل السرعه كام؟ حط لي ديت على ديت وخلاص. بس اقعد بقى هنا بقى كده وريحني بقى، عشان سيبني اركز شوف ايه اللي بيحصل. طيب رجع لي بطاطس ديت هنا تاني، حط لي دولت هنا. معانا احنا كروت كتير برضو، ينفع اعمل شيت تاني ولا مفيش الكلام ده؟ احنا كنا عايزين نعمل ايه؟ كنا عايزين ايرون ماين. اتنين فلنت، معناش اتنين فلنت، اتنين ماشي. واحد وود واحد ستون، واحد وود واحد ستون، ناس فلنتها كمان ماشي. بما انه دوت كده هحط لي دوت على دول. و مفيش حاجه ازرعها، الشداله خلصت. فتعال نشوف بقى هنعمل ايه. اه صحيح البيب بياكل. اوبا يا نهار ابيض، ما كانش في اكل كفايه. طب ما في بطاطس، ما تعتبرش اكل. يا نهار ابيض يا جدعان، انا مش عارف الحوار ده. انا ازاي ما خدتش بالي ان ما فيش اكل. بالي بقى ده انت رحت بيع ايه؟ بالي ده ده. استنوا بقى استنوا بقى، عشان الدنيا باظت على الاخر، الدنيا باظت. طيب استنوا بقى عشان ايه؟ طب ده ايه، ما ينفعش اعالجه؟ نهار ابيض يا جدعان ابيض. طب دي اعملها ازاي دي بقى؟ انت ايه ما ينفعش تتعالج؟ ما ينفعش اعالجه يعني، اجيب ده على ده كده. طب ده خلاص ما ينفعش يتعالج تقريبا. ما في مشكله تاريخيه. طيب ازرع ديات هنا، لان انا كده هطلع توت تاني. انا رحت في داهيه، انا خربت الدنيا بجد. حط لي التوت ده، ما يكفيش برضه لسه. طب ايه ابيعه يعني ولا خلاص كده اخليه؟ طيب ينفع احطه في البيت وهو هيخف يعني؟ اظن يعني انا بهبد. طيب تاني بني ادم جديد، فبني ادم دوت انا عايز اعمل بيه حاجه، فاشتري لي دوت وخرج لي منه. ماشي تعالى هنا، تعالى هنا عشان نخلص الكوستات الزفت دي، الايرون ماين دوت اللي مودينا في داهيه. اقعد في البيت مثلا، طب اقعد هنا. طب يعني اعالجك ازاي انت؟ طب ابيعك؟
طب اعمل فيك ايه؟ اشتغل على الود. عايز فلينت مش ستون. ماشي ممكن نصنع شيء تاني. واحد ود، واحد ستون، واحد سك. واحد ود، واحد ستون، واحد ستك. واحد ود، واحد ستون، واحد ستك. ماشي اشتغل على ديت. اما بطلس ديت اعمل بيها ايه؟ مش عارف يعني ايش لازمة. يعني المفروض ادور اركز على الاكل اكتر من كده. طيب هي الايرون ديت ممكن اعمل بيها حاجه، ممكن مش ممكن اعمل بيها فباها، مش لازم دلوقتي. انا اصلا معيش سملتر فا ايوه جبنا شيت تاني. طب كويس، حط الشيت على الشيت بقى واركب لنا كده على جنب. طيب انا عايز اجيب اشتري الاثنين دولت. ماني مفيش. لا بص 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 انا بقول ما افتحهمش، لان انا لو فتحتهم اروح في داهيه. حط لي التوت دوت هنا وهاتي دوت هنا. كده كده الليلة هتخلص ف بس كده خلصت كده. المفروض هم هياكلوا بس. سمحت تقتل لي الفرخة دي، وانت سمحت تقتل لي الفرخة دي. مش عايز فرخة عندي في البتاع، لان ايه هيزولوني وبتاع وانا مش فاضلهم. طيب حط لي دلوقتي هنا. طيب اهدى بقى كده عشان نركز. دول اخر باكيت، دي اخر ليلة النهاردة في الحلقة. ف يعني الحلقة مش عايزها تطول قوي. ماشي تعال نفتح الباكجات ديت، لأنهاش برضو. بس تعال انت، تعال انت على الروك، وتعال انت على الشجرة. في توت؟ لا لا مفيش توت. طيب لا خليك انت على التوت، خليك انت على التوت. خلص 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 التوت دوت، وسيب لي الشجرة ديت هنا. والود على الود، وحطه على جنب. حطه حطه هنا، حطه هنا مع الموارد. حط الستون على الستون. بس يلا نتسرع الوقت. حط لي التوت هنا. بس خلينا نطلع لي فلين. تعالى اعمل لي بقى البتاع ده قلنا نخلص. زرع لي واحدة تانية. وانت يا عم الفيليجر اقعد على دولت، مش هتتحرك من عليهم خلاص لغاية ما اشوف دوت ممكن اعمل فيه ايه. و تعالى نسرع الوقت. حط لي دوت هنا، حط لي دوت هنا برضو. ماشي طلع لي ايرون ماين. انا كنت عايز اعمل كده، كنت عايز اجيب الايرون ماين، مش محتاجه تصدق. هصنع ايه؟ ريتش مون. ماشي بيلد فارم. طب دي اعملها ازاي دي؟ ما اعرفش تعمل ازاي، مش عارف تصدق. كوري شيد كام فاير تشيكن سو بريك بلانك سبير. محتاج اعمل سبير بصراحة. واحد وود نيستك، واحد وود نيستك. طيب ماشي ماشي كسر الود ديت، وهات لي هات لي وود تاني. ايه ده 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 استنى 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 فار اقتله. اقتل الفار ده كده هنخلص كويستال. احنا قتلنا فار واخدنا اتشيف من تحت على اليمين اهو. ايه لا اشتغل على ديت، اشتغل على ديت. وانت وانت تعالى اشتغل على ديت عشان ننجز كده. اتنين اتنين فلنت. ايه اللي انا بقوله ده؟ اتنين ستيك وواحد وود عشان نصنع سبير للراجل التاني دوت. اشتغل لي هنا واشتغل لي هنا برضه، ومعانا تحت كمان. اقول لك حاجه، اشتغل على كل دول وانت ما تخلص هنشغلك على الستون. ادي توت كمان اهو. بقى عندنا اكل كفايه. انا بجد اللي كان لازم اركز على حوار الاكل دوت، استهترت قوي بالحوار ده. ده الستيك ديت. اشتري باكج كمان، باكج كمان. طيب اعمل لي بوز بقى، لان انا هبوظ الدنيا كده. خد الاستيكتين دول بيعهم. بس اشتغل لي على الشجره ديت. اوبا. طيب استنى. طيب اظن ديت اخر حاجه. تعال بس ناكلهم اخر حاجه ونكمل في الحلقه الجايه. طيب زي الاسري كاردز. ماشي طيب يا جدعان، لو الحلقه عجبتكم يا ريت تقولوا في الكومنتات، وتشتركوا في القناه وانتم مشتركين. وان شاء الله هنزل لها حلقه جايه، انت فاهم يعني ايه، هي شكلها تبقى سلسله لان اللعبه عجبتني واظن انها عجبتكم برضو. فاشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.